يا نبيل انت بتقول ايه؟ يعني ايه صلاح تقبض عليه؟ طب هو عندك؟ طب انا جاي. فاكر يا عبدو لما كنت اترجاك ما تطوعنيش، واول ما اقولك ايه اللي تعلمني تجري هوا تعمل لي اللي انا عايزاه. كنت اسالك اقول لك وانا لازم يعني انا على نفسي عشان تعمل لي اللي انا عايزاه، تقول لي ما اقدرش اسمعها، اللي زيك ما يتعدمش من الدنيا ابدا، تسود وترخص في عينيا. اديك سبتني لوحدي يا عبدو والدنيا بتلطم فيا، اروح لمين بعدك؟ فكرت اروح لابويا، يا عيني عليه موت نفسه بالحياة لاجل العيلة تعيش بالحلال مش بالحرام، واخويا واقع فيها. عيني عليك يا نصرة، عيني عليك، ما انتيش مسعودة في أي حد من اللي بتحبيه. آه يا مش تخبط قبل ما تدخل، مؤاخذة ما معرفش إنك هنا. مالك يا أم؟ مالي؟ وكل حد يشوفني يقول لي مالك؟ أسيب لكم البيت وأمشي؟ بتكلمي أبويا يا أم؟ طب يا اخويا تسيبني الساعات. طب ما تكلميني انا، بصيلي هتلاقي فيا منه. كلميني يا ام وانا هريحك واسمعك زي بالظبط. يا حبيبي ربنا يديك طولة العمر والصحة، ما تحرمش منك ابدا يا حبيبي. ولا ليها عزم جيتك، وان كان على بضاعتك هترجع لك وزيادة. مرضي؟ وقول لي مرضى صلاح، وبضاعتي وزفتي ما تولع البضاعة. أنا جاي أطمن عليك وعلى الوقعة اللي أنت وقعتها. الوقعة اللي وقعتها؟ بقول لك يا سعيد، ما تسيبك بقى من وش الحناية اللي مش مطبع عليك ده. إيه يا جدع الأفلام دي كلها ورامي بضاعة بالشيء الفلاني عشان توقعني؟ هو أنت عليك بالسهولة دي؟ أوقع مين يا صلاح؟ هو أنت دماغك ياض جايباك إن أنا اللي وقعتك؟ أنت اتجننت ياض ولا حصل لك إيه؟ حصل لي إن طول عمري ظهري في ظهرك، تشايلني مهما تشايل ما بقولش غير أمين. شفنا الموت سوا ودوسنا عليه برجلينا، إنما أنت بقى أول ما إيدك طلت العيال اتمعت ودوست على صاحبك وهرسته. هرسته؟ ده أنت شايل بقى جواكم معبي من زمان. يعني بتضحك في وش السنين اللي فاتت دي كلها يا صلاح، وأنت النار قايدة جواك عمالة بتاكل فيك. ولما أنا جاي عليك قوي كده يا صلاح، صبر عليا ليه؟ مستني تلم الخير وترسق نفسك وتلف حوالين رقبتي؟ عندك يا سيد، صلاح ما بيخونش. وسيد ما بيخونش يا صلاح. الشغل من ورايا ده إيه؟ وكلام اللي جبته على الأرض؟ تمام يا اخي، عايز ابقى معلم زيك ليا اللي ليك وعليك اللي عليا يا صلاح. يعني ايه يا سيد؟ يعني المعلم مفيش حد بيسحبه من وعيته غير دراعه. طلع بقى نفسك من هنا يا سيد المعلمين. تمام يا باشا، لكن تفتيش وسط وجينا على هنا. يا باشا مش وقت تقضي دلوقتي يا عم جد الله. قضيه يا باشا، بقول لك مش وقت التنظيف، ارجع زنزانتك. اللجنه هتيجي تلاقي الطبانجه بتاعت حضرتك موجوده. سلام يا باشا. بقول لك ايه؟ لو جاي بقى عشان تقول لي انت غلطان وانا حذرتك ان الكارد اخرته وحشه، قصر وامشي. يا ابني مش جاي اقول لك الكلام ده. يا الله، انا عارف انك انت مش صغير وانت عارف كده من زمان. انا جاي اقولك ما تقلقش، انا واقف جنبك لغايه الليله اللي انت فيها دي ما تخلص على خير ولا ما تعديش. معلش
مسير اللي غفلني يعرف مين هو صلاح سلطان. ما منوش فايده الكلام ده صلاح. انا عايزك ما تفكرش غير في المصيبه اللي انت فيها دي. فكر انك لما تطلع من هنا تمشي في السليم بقى وتبعد عن السكه الحوجه دي. فين ايه؟ ها؟ وازاي ما تجيش تطل عليا كل ده؟ ايه والله ما اعرف اقول لك. اثر يا سلطان وهات اللي في صدرك. ايه حصل لها حاجه؟ لا ايه ما حصلهاش حاجه. ايه عدت عليا وبعتها لك دي. وقالت ايه؟ ما منوش فايده بقى. قالت ايه؟ قالت لي انها مش عايزه تشوف وشك تاني عشان خايفه على سمعتها. الحكومه هيجي على الواد ده بالذات، مع اني صلاح مش غشيم عشان يوقع وقعه زي دي. اسمع طيب، انا عايزك تقلب الدنيا وما ترجعش غير لما تعرف مين اللي عيب عليه. ملاش عزا ساي يا عم، حل روحك عني. لا حبستي هتصغرني قصادك ولا مجيتك هتعليك في نظري. وانت يا صلاح لو هديت وسمعتني هتشبك ايدك في ايدي وتخرج من هنا رافع راسك. كلمة في التانية شميت ريحة الولع اللي في صدره من ناحيتك وعرفت ان عمرها ما هتطفي، فمحسوبك الطيب جاب النهاية وخلصت. قالوا صغير للحكومة. بلغت عنها طيب؟ انت بتقول ايه يا راجل انت؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا ابو صلاح؟ سيد ما يستاهلش حلقتك. سيد خلاص سلمك تسليم اهالي وحطك تحت جزمته. ولو هو باع انا شال عندي اللي يشيلها ووقتي. قلت ايه يا عم؟ مش حال هو اللي لف عليك واشتغل من ورا ظهرك؟ اسمع طيب عشان تهبط، مش سيد بخارست اللي بيع صاحبه اخوه. وانا بعتها فوق. ما تخبطيها في وشي كده وتقولي لي امي امشي بدل قله القيمه اللي انا فيها دي. مش هوقك. عايزه تقعدي البيت بيتك، عايزه تمشي فرق من سكات. الله، هو في ايه؟ ما فضناه. قلت لك غصب عني، والله العظيم كان غصب عني. الراجل كان مستأمني على سره، وانا بصراحه خفت اخش بينكم ان انتوا الاثنين تقعوا في بعض. كل حاجه عمل اللي في دماغه. انا لا هلوم حد ولا هعتب على حد. يا تعب قلبي ياني. ايه يا بت، هو ليه كلكم كده جايين عليا؟ خبيت عليكي عشان بحبك، خايفه تتقهري، ووقفت في سكته خفت يروح مني. هو لا سدت حنكي نفع ولا فتحتها نفع. اعمل ايه انا دلوقت؟ طب بقول لك يا نصره، صوتي يا اختي، زعقي، خرجي اللي في قلبك، بس ما تكتميش في نفسك كده كتمه وحشه. انا لا هصوت ولا هزعق ولا هعمل اي حاجه، تخافيش يا اختي. لا يا اختي انا مش خايفه، انا بصراحه خايفه منك. ايوه يا نصره خايفه منك. وهو اللي زي تخاف منها في ايه يا حسره؟ انا اخرتي ازعل انقهر. يا حبيبتي انا ولونيا رايحين جايين على بعض، كل شويه نقول نصره اتغيرت، ما عادتش زي الاول. الاول لما كانت بتزعل الدنيا كلها كانت بتاخد من زعلها نايم، وما تفرح الدنيا دي كلها كانت بتقيد. لكن انت كاتمه في نفسك وساكته، وانا حاسه ان كتمتك دي وراها نصيبه. لما يكون الزعل من اي حد، لكن سيد ما اقدرش. لو زعلته هنكسر وهبقى حد تاني، حد انا نفسي خاف منه. يا طيب اللي فكرك بينا، مش فضت معلمك خلاص واندرت على غيره؟ وانا مش جاي لفوده، انا جاي لك انت يا ست الكل لاجل العيش والملح. وما يردنيش ان العالم كله يبقى داري باللي بيحصل وانت على ودينك لما وصل. انت عايز ايه بالظبط يا حماده؟ نصره بنت جلال هتبقى حرم فوده وضرتك وعن قريب قوي. انت اتخبلت في مخك يالا انت ولا ايه؟ اللي سمعتيه، ولو مش مصدقه الطيب اتاكدي بنفسك، ولو عاوزت اي حاجه رقبه الطيب جاهزه.
يا كبير، ده انا اول مره احط عندك. يعني يابا لازم تديني مقامي برضه. مقامك؟ مقام مين يا جعير؟ هو انت نزاك ليه مقام؟ ده انا عفيت عنك صدق ياض. ليه كده بس يا كبير؟ ده مفيش حاجه حصلت في بيت فوضى الاسمر الا لما حطت في حجرك بالصمت. تمن عمرك ياض، ولو اللي انت جاي تهرف انت مش قده هترخص روحك. اخلص. وانا مرضي يا كبير، علشان اللي هتسمعه مني الليله مش يساوي عمر انا وبس، ده يساوي عمر المعلم جد الله ذات نفسه. اقول الله يرحمه ولا الله يفك حبسه؟ اسمع يا معلم، جد الله مات وشبع موت، ولو فودة مالي دماغك بكلام ماشي بنطرة واستدخل ورحمة أمي لشقك نصين. ما أنا وصيت على اللي فيها يا كبير. لا وصيت على اللي أوسخ من كده كمان. عارف مين يابا اللي ورا رمية المعلم جد الله في السجن؟ سلطان. سلطان هو اللي بلغ عنه. أنت بتقول إيه؟ وجبت الكلام ده منين؟ رحمة أمي يا كبير. أنا سامع سلطان وهو بيقول لي فودة بنفسه. ولو مش مصدقني يابا راح اسأله، ولو لقيت كلامي غلط أنا هحل روحي بإيدي. وربنا يخليك لي. سيد، أنت كان أنت سيد؟ أبويا سلطان، كلمة ورد غطار، أنت اللي بلغت عنه. مين اللي قال لك الكلام ده سيد؟ ليه يا سلطان؟ ده انا عملتك زي ابويا، فتحت لك بيته ودخلتك على عياله، تطلع انت اللي مبلغ عنه؟ مين اللي قال لك الكلام ده يا سيد؟ انت ماسك فوقها يا سيد؟ هي اخرتها كده، خش ليك ماسك فوقها يا سيد ابو خالد؟ هاتي مات، غور السعادي، غور يا صلاح، غور يا صلاح. اهدى يا سيد، اهدى، ما تضيعش اللي بيننا. ما عادش في حاجه بيننا يا سلطان. انت تصدق الكلام ده على عمك سلطان؟ ماشي يا سيد، أنا مش هرد على السؤال اللي سألته لي. أنا أي حاجة. روح لأبوك يا سيد واسأله. قول له سلطان عمل معاك إيه؟ اسأله الأول يا سيد. هتلاقيه عارف وراضي. بعد ما ترجع من عنده، تعالى لي. هتلاقيني مستنيك. وأنت إزاي عرفتي توصلي لي؟ حبيبتي مش دي القضية. أنا حكيت لك إني كنت صحفية قبل ما أبقى مذيعة، يعني عندي سكك كتير. الفكرة دلوقتي في إن إحنا إزاي هنتصرف في مشكلتك مع معتز. أنا حاسة إنه هينفذ تهديده فعلا ويقدم بلاغ للنيابة وندخل في سين وجيم. عشان كده لازم نسبق وناخد أكشن قبل ما يقدم البلاغ، وإلا هتلاقي نفسك فجأة داخلة في سكة قواضي ومحاكم، ومش بعيد تلاقي روحك كمان في السجن. مش كده؟ مخبيش عليكي، اللي زي معتز ده بيستمتع انه يستقوى على اللي زيك، اللي لسه بادئين طريقهم ومفيش حد في ظهرهم. يا ريتني ما قابلته ولا اتكلمت معاه من اصله. رحاب حبيبتي، خلاص اللي حصل حصل، المهم دلوقتي انك تواجهي الموقف وتدافع عن نفسك. ايوه هعمل ايه بس يعني؟ تعملي اللي قلته لك، هتطلعي معايا في البرنامج وتقولي كل اللي حصل وما تخافيش. لا اطلع ايه؟ لا يمكن طبعا، قلت لك مش هينفع. لا تقدري، لما تعرفي ان دي الطريقه الوحيده اللي هتطلعك من المصيبه دي هتقدر. اطلع اقول ايه؟ اثبت التهمه على نفسي اكتر، دي حاجه متسجله وصوتي طالع فيها. كرمي صغير باسمك وصورتك من اي جورنال مستقل، وساعتها الموقف كله هيتغير لصالحك. نزلتي تعملي شغلك في مهمه صحفيه عادي وبتسالي هرتل بالكلام. كرنيه؟ وانا اجيب كرنيه زي ده منين؟ ده عادي اطلعه لك حالا. هو انت بتعملي معايا كل ده ليه؟ اعتبريها مساعدة، رد جميل لحد وقف جنبي زمان زي ما انا واقفة جنبك دلوقتي. anyway يا رحاب، دي فرصة ممكن توقفك على رجليكي من جديد، اوعي تضيعيها. ليه يا ماما؟ عملت فينا كده ليه؟ عملت ايه؟ انت اللي جابك هنا؟ انت فاضي بقى وجاي تقلب في القديم. ما انت عارف شلت المخدرات اللي وقعت بيه ولا نسيت؟
لا ما نسيتش، بس انا عرفت كل حاجه. صاحبك اللي وقعك مش الشيله. مين اللي قالك الكلام ده؟ فوده؟ لا سلطان نفسه. غدر بيك واسف عمرك بعيد عن عيالك. لا وفي الاخر بتأمنوا علينا. وفي حد يرضى كده؟ قبل ما لسانك وزك وتغلط في ابوك. سلطان ما غلطش. كله بكيفي. انا وسلطان طول عمرنا كتفنا في كتف بعض. على الصح والغلط. بس هو قراها قبل مني. قال لك الغلط ما ربيش ولاد الحلال. حاول يردني ما رضيتش. قال لك ابطل ما سبتوش وتربط الدنيا فوق دماغه وغصبت على انه كمل. قام غدر بيك وبلغ عنك عشان يخلص منك مش كده؟ بعدين راح عمل ايه؟ بل ايده في الحلال ورب ابنه؟ ابنه طلع اوسخ مني وانا طلعت اوسخ منك. انا مفيش اوسخ مني يا سيد. انت ما تعرفش عن ابوك غير الراجل اللي الدنيا داست عليه ورميته هنا. لو الدنيا دي فيها وساخة أنا اللي علمتها الوساخة. لولا سلطان واللي عمله معاكم كان زمانكم ضعتوا. أنت كمان بتدافع عنه؟ والزمك تحب على راسه. سلطان ما غلطش. أنا اللي أجبرت على الأذى. الأذى ما طلقش لوحدك. الأذى طلق كلنا. عشان كده حقق نفسه قدامي. وعقد كلمته قدامي. إنه حاجة عليك ويحميكم من نفسكم. وحمانة؟ ما أنا قدامك أهو. مشيت في نفس السكة اللي أنت مشيت فيها. يمكن لو كنت في وسطينا ما كانش ده حصل لنا. أنت اللي اخترت السكة اللي أنت ماشي فيها يا سيد. ولا إيه؟ عارف اللي قاهرني وقاطع فيا؟ مش إنك ماشي في الحرام. انت بتفكرني بجدلنا بتاع زمان اللي مش هيرد الروح الا لما يقع. ارجع يا سيد، ارجع يا ابني قبل ما تقع وما تلاقيش اللي يردك. لا مش هرجع، وهفضل مكمل عشان ما فيش حد يقدر يوقعني. عارف ليه؟ عشان ما فيش حد يستجري ان هو يبيع سعيد بوخارست. دهمت بقى، ما خلاص لميناه. يعني ايه يابا؟ يمد ايده عليك كده بالسهل؟ هو احنا ايه، هفق؟ طب ايه رايك بقى، انا هجيب لك حقك، ولو مش عشانك هيبقى عشان انا. وانا عاجز عن جيبان الحق يا رجل، بس ده موضوع بيني وبين سيد وبين ابوه، ما تدخلش انت فيه. الله، هو انا اتحمق لك تزعل؟ انا فضلك برضه تزعل؟ هو انا ابنك ولا انت لاقيني في الشارع؟ لا يكون سيد بوخارست هو ابنك انا مش داري. يا ابني بس طبع الصبح، اليوم لسه ما ابتداش. وكفايه اللي عاملاه يونيا واخده الواد وعماله تلف بيه على بيوت الحاره. ولا ده راخر الغلبان الظهر قدره ما يحنش عليه الا الغريب. معلم الصلب ما ينفعش. انت بترمي تقول يا صلاح؟ سيبك كلامي هيزعلك. خلص يا صلاح وانا مش عارفك. هات اللي في جوفك واخلص. شوف يابا، انا عشت طول عمري مضحوك عليا من اقرب الناس. مرة من أعز أصحابي اللي داس عليا وبعني بالرخيص، ومرة من أخته اللي حبيتها وكنت مستعد أموت نفسي وأخش جهنم عشانها. وبصراحة بقى أنا ما يخلصنيش تفضل عايش مضحوك عليك. أنا؟ منين يا من الآخر؟ الواد ابني مين؟ مش ابنك يا مصباح. مش من سنة. انت بتقول ايه؟ انا بقول الحق وعندي 100 طريقه اتاكدها. انت عارف اللي انت بتقوله ده؟ تودينا فين؟ عارف، وعشان كده قلت لك كلامي هيزعلك. فكني بقى. يا بنت حوب مالك فيه؟ حلمت بابويا.
كان بقالي كتير قوي ما شفتوش. جالي وقعد معايا وكان زعلان عليا. زعلان عليا قوي وبيعيط. خدني في حضنه ودموعه غرقت رقبتي. أنا خايفة يا سيد. خايفة قوي. إيه ده يا حبوب؟ خايفة من إيه؟ موضوع شكله مش موضوع حلو. لو مرة تشوفك كده مالك في إيه؟ سيد أنا في مصيبة. مصيبة إيه؟ ما تقلقنيش عليك. أنا عارفة إن مفيش حد في الدنيا دي أقدر أروح له إلا أنت. الراجل اللي اسمه معتز ده اللي صوته طلع في التسجيل كلمني وهددني على اللي عملته معايا. الكلام ده حصل إمتى؟ ما قلتيش بسرعة ليه؟ كنت خايفة. خايفة من كل حاجة حتى منك. بس خلاص ما بقتش قادرة أستحمل بصة الناس ليا وكلامهم عني. بس أنا عارفة إن مفيش حد في الدنيا دي ممكن يقف جنبي إلا أنت يا سيد. ومن إمتى وأنت بتخافي مني يا رحاب؟ خلاص ما تقلقيش أنا هتصرف. أنا آسفة والنعمة ما كنت عارفة إن كل ده هيحصل. حقك عليا سامحني. خلاص بقى قلنا ما تخافيش. طب على الحرم ما حد يقدر يقرب لك ولا يمس شعرة منك. كله بقى تمام. خلاص بقى. خلاص. إيه دي يا بنت ما تخافيش. شيل الواد يا اخويا كده على دراعك. هننه وحسسه بيك، الواد قرب ينسى شكلك. بالحق يا سلطان، كنت قصدك في قرشين كده يا اخويا عشان عايزه اروح لامي على طلعه النهار. كنت عايزه اخد لها حاجه كده عليها القيمه تحت باطي. امك ايه؟ انت تستقبلها وليه؟ انت مش قايله لي ان امك مسافره؟ شوفي بقى انت عايزه تزقي على فين وجايبها في امك. تزقي؟ يا نهار اسود، انت بترمي على ايه يا راجل؟ أزق على فين يا أخويا؟ وأنا هروح فين يعني غير عندها؟ قول كده بقى من الصبح. أنت يا أخويا مستخسر القرشين؟ خلاص بلاش، خليك على راحتك يا حبيبي. بقولك إيه؟ ما تبقى تروح لها أنت. والله فوت عليها كده، أهو منه تعمل الواجب وتتأكد من كلام حريمك يا سلطان. ما بالراحة يا اللي على الباب. يوب أنا مش هخلص من العيلة دي يا رب ولا إيه؟ طول عمري بسمع عنك وعارفة إنك مرة حلوة، نصيبها فاتها وراضية بالمقسوم. متشكرة يا حبيبتي، إلهي ربنا يسعدك. شكلي كنت غلطانة. شوف مين اللي بيتكلم يا مرة. لو كنت فاكرة اني مزغللة عين جوزك اللي الهي ما يوعيشوا بيهم تبقي مرة هبلة. انا ما بصش على اشكالتي. بس هو بصلك. فودة مش رايدك زي ما الراجل بيريد مرة. لا، فودة عاوز يتجوزك عشان يزل اخوك بيك. ما قدرش عليه، قال يضربه في حريم. يبقى راجل مطيور، واللي جمعكوا يا اختي كان على حق. انا واخويا ما حدش يقدر يدخل بينا ابدا. واللي ما يقدرش على راجل ويتلف على حريمه ما استعنهوش شبشب في رجلي. ويلا يا اختي بقى وريني جمال خطوتك. يلا يا حبيبتي سكي الباب وراك. ده ايه البلاوي دي؟ خد يا خد، تعالى. عامل ايه؟ الحمد لله. تشرب حاجه ولا هتقولي خلي معودنا على الزبدوه؟ طب شويه سكالانس في الثلاثين يا عبد. ايوه كده تعجبنا يا عمور. والله كان بودي اوثيق في دقتك، بس انا كنت معكوش عكشه اصعب منها. انت طلعت جدع يا عجبتني. عجبتك في ايه يعني؟ انت هتستعبط يالا؟ ده النصريه كلها بتتكلم على الواد الصغير اللي غز الطيب. جدع. تشكر يا عبد. عارف اللي عاجبني فيك ايه؟ ان انت شكلك الشوا هتفضل في دمك، هتفضل على طول شقي، مش هتهدى زي خالك. وتظبط كلامك يا عم صلاح. ماله خال؟ انتهبل يا
انا اقصد ان خالك ده كان بكلمه منه بيقفل منطقه بيطربقها، انما دلوقتي بقى هادي ما بقاش يحب المشاكل، فهمت؟ وهنا قرزني برضه بكلمتين كده وقال لي ما تتكررش تاني وبتاع، خايف عليا يعني. مش قلت لك بس انت بذمتك ينفع يتخاف عليك بعد اللي انت عملته ده؟ ياد ما فيش شنف في النصريه يستجرى يعمل اللي انت عملته. بجد يا عم صلاح؟ امال بشتغلك يا؟ طب تصدق بقى بايه؟ انا من دلوقتي انا وانت شقايق، يعني الشقاوه هتبقى بيني وبينك مش بيني وبين خالك. قشطه؟ اصل يا صاحبي حبيبي سلام يا عمو. ورحت لابوك وسمعت منه سعيد. وترى دلوقتي جاي تاخد بخاطري ولا جاي تزود عتابك؟ اخد بخاطرك لو كنت مظلوم، وعاتبك لو كنت ظالم، وانا مش عارف انت مين فيهم. انا نفسي يا سيد، بقالي 20 سنة بسأل نفسي السؤال ده. ترى انت يا سلطان ظالم ولا مظلوم؟ كنت صاحبك ولا عملت كده عشان مصلحته ومصلحه عياله؟ وصلت لايه؟ لغايه قبل ما ترجع من السفر كنت فاكر اني وصلت، كنت فاكر اني صح، فاكر اني حميت قضلنا من نفسه وحميت عياله. لما انت جيت وقلت لي انك ناوي تمد في طريق الحرام، ساعتها بس اكتشفت اني بعته وخلاص، خليت عمر صاحبي يضيع عطر، وضيعت ولاده وومته. يعني بعد كل اللي عملته انت وابويا عايز تطلعنا انا اللي غلطان مش كده؟ ما فكرتش ان انت السبب في اللي انا فيه لما بعدت ابويا عني وسبتني في الدنيا تدوس على رايح جاي؟ حاولت اسد مطرحه يا سيد. مفيش حد بيسد مطرح حد يا عم سلطان. حتى جد الله نفسه دلوقتي بعد ما رضي باللي هو فيه. انت مش بس حرمتني من ابويا، انت عملت منه واحد تاني انا معرفوش. مش عارف اقول لك ايه. مش عارف ارجع اللي راح. أنا حافظ عليك عشان كده عايزك تسمعني. أبوس إيدك يا سيد سامح. شايلني شام فوق اللي أنا شايله على كتافي. أنت مش عارف أنا فيها يا سيد. أنا مش عارف أقول لك يا سيد. ما تقولش يا عم سلطان، ما تقولش. إذا كان صاحب الحق نفسه رضي، هاجي أنا دلوقتي أتكلم وأفتح بوقي. بس أنا مش قليل الأصل، وهفضل فاكر اللي أنت عملته معايا ومع إخواتي. بس لازم تعرف إن إحنا عمرنا ما هنرجع زي زمان، عشان الجرح قوي تاوي واخد له ياما لحد ما يبرد ويلم. يلا حاج امك هتروح فين؟ تعال تعال يا عمي هتشوف يا امك هتشوف يا امك يا عمي يا عمي خش هنا خش ولا فين؟
اللي جابك يا أم؟ اللي جابني أنا؟ اللي جابك أنت؟ من ساعة ما أبوك راح وأنا بسأل نفسي ربنا بعتك ليا ليه؟ عشان تكون عوض يصبرني على اللي جاي. بس طلعت غلطانة. أنت بتعمل فيا كده ليه؟ أنا كنت عملت فيك إيه؟ سامحيني ياما، أقول لك انسين، كأني لسه ما خرجتش من ملجأ. تاني الملجأ؟ أنا كنت بردك لحضني وأقف فيك قدام الحارة كلها وأعمل لك قيمة عشان تقولي الملجأ تاني؟ أنت إيه؟ ابن كلبه ما استاهلش، استريحت ياما؟ سيبيني في حالي بقى. مش هسيبك في حالك غير لما تقولي مين اللي وزك على السكة دي. ما حدش وزني على حاجة، أنا راجل وأعمل اللي في كيفي. راجل؟ يا فرحتك يا نصرة بابنك الدكر، يا حسرة شبابي. الراجل ما يكلش حرام وما يمشيش في السكة العوجة. طب ما انت مشيتي قبلي، يبقى خلاص كل واحد يعمل ما بداله. بتقول ايه يا واد؟ ايه؟ ما انت نسيت ابويا ورميتي نفسك على اللي اسمه حمادة. خسارة تربيتي فيك، يا ريتني ما خلفتك يا واطي. امشي من هنا، امشي. بقولك يا متر، انا ماليش فلات المحامين. الواد ليلى زياده مش هيبتها جوه الحبس الا ورحمه ام اللي هدخل اجيبه من جوه. يا سيد بيه، هو الواد ده مقبوض عليه في تحري، ده مقبوض عليه متلبس، يعني القضيه خلصانه وحولوه للنيابه. نيابه؟ وما انت رسمتك ايه؟ يعني الواد يتحول للنيابه والبنت تقول لي ما تقلقش، عايز نعمل ايه؟ ما هو لو بس حضرتك تديني فرصه اوضح لك، بالنسبه لموضوع الاستاذ ارهاب فده ما يتسماش قضيه لسه. ليه؟ لان الخصم نفسه ما حركش القضيه، يبقى احنا نتحرك على اساس ايه؟ وبعدين اصبر يمكن يتراجع ونخلص الموضوع. اما بقى بالنسبه لابن عمر فالقضيه كلها هتبقى في النيابه، واحنا هنخلص الموضوع هناك، المحضر واجراءات الضبط والحرس، وبعدين ما تقلقش لينا رجالتنا هتخلص كل حاجه. ماشي، والموضوع ده ياخد قد ايه وقت يعني؟ مسافه العرض الاول على النيابه، وما تقلقش مش هيجددوا له. وبعدين يا سيد بيه عايز اطمنك لحاجه، مهج هانم موصياني ان انا بشر الموضوع بنفسي. تمام. يا سلطان، يا سلطان. في ايه ولا في ايه؟ يا اخويا بنادي عليك. نعم. والنبي يا اخويا بالله عليك تخلي ودنك مع الولا احسن، نايم جوه الله يعيط. هخش استحمى. ها خش يا اخت حمام الهانه. اديتي الدواء لابوك يا بطه؟ بطه في ايه مالك؟ انا حامل يا احمد. نعم؟ انت بتتكلمي بجد؟ ومالك فرحان كده ليه؟ مش قلقان ولا خايف؟ قلقان وخايف؟ قلق وخايف ليه يعني يا بطه؟ بطه انت مراتي وانا اكيد نفسي اخلف منك. انا مش عايزه ايه؟ انا مش عايزه اخلف يا احمد، مش عايزه عيال خالص. انا هروح انزله. وايه ده اللي تروحي تنزليه ومش عايزاه برضه؟ اللي انت بتتكلمي عنه ده يبقى ابننا. انت بس تلاقيكي خايفه ولا قلقانه عشان دي اول مره. انما بعد كده تتعودي وتبقي كويسه. مش هتعود على حاجه. انا هروح انزله عشان خاطري ما تقفليش فيها يا احمد. بامر الله هتعدي يا اختي. ياما في عيال مروا بأكتر من كده وخرجوا بألف خير. اه يا اختي ما انا عارفة. شدة وتزول. متقهرش في روحك يا نصر. ربنا ببعت حبة تعب وبيشيل وقتي. غيرش بس ان احنا اللي ما بنصبرش. ليه يا اختي؟ شايفاني بقطع في مقاصيصي؟ ما انا واقفة قدامك اهو. جرى ايه يعني؟ عيلي راح. ما هو كان رايح.
هموت نفسي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا اخويا، في اخبار؟ خير ان شاء الله. خليك يا ميسا، انا جاي اطمن على نصر امشي على طول. ما ينفعش تنزل وتسيبها يا سيد، اختك على اخرها وانت اكتر واحد محتاجه جنبها. خليك جنبها والنبي يا اخويا. عامله نصر؟ ازيك يا سيد؟ ايه جاي تحنن وتطبطب؟ مالكش دعوه بكلام النسوان دول. يا ما دقت على الاسطبول يا سيد. يا ست انا عارف ان هي ما دقت على الاسطبول، انا جاي بس اقول لك المحامي قال ايه. ولا ما قالش؟ هيكون قال ايه يعني؟ هيسجن؟ ما يسجن، ما هو راجل يستحمل. هيغيب عني سنه ولا اتنين ولا تلاته، وهو ياما غاب عني. جينا على ابو قلبي لو حنانه. انسى بقى يا سيد. انسى يا نصر، ده ابنك. كلب. ده عمر قطعه وقطعه سيرته. معلش اهدي بس، انا عارف انه وحشك وعارف ان انت زعلان عشان بعيد عنك، كان نفسك يبقى معاكي دلوقتي. بس لو راح المره دي يا نصر هروح بالسنين. اسمعي الكلام. يعني انت بتقول كده ليه؟ عشان تهدي، عشان تتكلمي معايا وتفضفضي وتريحي روحك. هو عمره ما ريح، مشقيني ورا. يا سيد انا طول عمري بحلم له، بحلم انه خرج من الجامعه، اني رحت خطبت له وجوزته وخدت عياله في حضني وشمت ريحته. ده ابن عمري يا سيد. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طب واللي خلق الخل وغلاوتك عندي رجعهولك في حضنك تاني، وبكره هتشوفي. هاتي يا اختي. انت فاهم انت بتعرض عليا ايه؟ ازاي عايزني اعمل كده؟ مالك مكبره الحكايه ليه؟ ما اختك كده كده هتطلع على الشاشه وتحكي قصتها للملايين والدنيا كلها هتتفرج عليها. انا بس مش عايز حد تاني ياخد البروباجندا منك. أنا مش فاهمة، إزاي يعني؟ أنت عارفة إن جانا هي اللي فضلت وراها لحد ما وصلت لها وعملت معاها الديل؟ جانا؟ أيوة جانا، واحدة عايزة تنجح وتكبر، ولو كبرت هتاكلك. ومش بعيد مجلس الإدارة يقرر يعمل لها برنامج خاص بعد الحلقة دي. صدقيني يا هي، فكري كويس. أفكر في إيه بس؟ دي أختي، أنا هضيعها، وبعدين أنا هيبقى شكلي إيه؟ والناس هتحب كده، المذيعة الشابة تفتح قضية شائكة أختها متورطة فيها، وشوية كلام عن المصداقية ومواجهة الذات، هتبقي نجمة. دي أختي يا سامي، وأنا مش قادر أعمل كده. أنت عايزني أتقبلك منها؟ تنتقمي لي؟ وهتكوني فاكرة شوية الكلام الأهبل الواد التافه ده قاله فارق معايا خالص. أنا كل الفريق دي أنت ومستقبلك. هتتحطي في حتة تانية يا آية صدقيني. أسفة، مش هقدر أعمل كده. أنا مش قادرة أفهم أنت معترض على إيه. شغلك زي ما هو، اتفاقي معاك ما تغيرش. إزاي؟ ده أنت عايزاني أحول مصنع الأدوية لمعمل مخدرات، يبقى إزاي اتفاقك معايا ما تغيرش؟ مش صحيح. كل الحكايه ان انا عايزاك تغير شويه في تركيبه الدواء اللي انا بعطيك وتنتج لي منه كميه كبيره، وقبل ما تسلمني البضاعه فلوسك هتكون متحوله في حسابك قبل ما تخرج من المصنع. كتير ده؟ اسف، شوفي لك حد غيري. انا ما باخدش رايك. أنا بأمورك للدرجة دي؟
كل ده عشان كربوع اللي بيجي لك هنا، وعشان مصلحتي ممكن اعمل اكتر من كده 100 مره، وانت اللي هتنفذ ومن غير ما تعترض. عارف ليه؟ لانك عارف كويس قوي انا ممكن اعمل دي. بتهدديني يا موجه وامسحك كانك ما كنتش موجود هنا اصلا. فلوسك، شغلك، سمعتك، وفي لحظة عمر أنا اللي بعتك قبل كده عن شغلي، وأنا اللي دلوقتي بدخلك فيه، فبليز اعمل اللي أنا بطلبه منك. اقعد يا حمادة، أنا رحت لها بنت جدلة مش مستعنياني، ومعلمك شكله مدلوق بالجامد. ما كنتيش دنيتي نفسك ورحت لها؟ ما تستاهلش خطوتك لحدها وربنا. أمال استناها لما تخطيها لحد هنا وتقعد مكاني وتدلدل؟ حتى لو استناها من الشارع وهترجع له تاني بعد ما يزهق منها، إنما أنت بقى أنت حاجة تانية. ألماظ. بس معلمك مش شايف كده. ومعلمي بيشوف. الغشاوة حاطة العينه بالجامد خلاص. وبعدين اللي ما يصونش الألماس ما يستاهلوش. مالك يا بط؟ انت خايفة؟ بس والله احنا مش مضطرين نروح على فكرة. اللي احنا رايحين نقتله ده يبقى ابننا. حبيبتي ما تخافيش، والله هنعرف نعيش ونصرف عليه ونخليه نعيش لنا حاجه ونعمل العيله اللي انا وانت كنا بنحلم بيها. صبر. مش هقدر اخبي عليك اكتر من كده. ده مش ابنك. أم عمر. أيوه يا معلم. قلبي عندك يا أختي. سلامة قلبك يا معلم. قوليلي اطمنتي على الواد؟ وحق العشرة والعيش والملح والجيرة كفاية أجيبهولك لحد عندك وبره بنارك. أنت بس تقشري. أنا برضه شاري. ما فضينا حصيرة يا معلم. هو أنت كل يوم تجيب حاجة جديدة تجرجر بيها على الناعم. وايه العيبة في كده؟ الله، أنا طالب الحلال ومهرك حاضر، ابنك وجنبه تقلك دهب. خلاص جبرنا وواجب خروج ابني مش عليك يا معلم. اللي احنا ناقصين يا أخويا ولا ما عندناش رجالة ترد ناسنا. قصدك سيد؟ لا سيد يعملها مفيش كلام. شو اللي مضيعه؟ انت بتقول ايه؟ اللي سمعتيه ابنك يا ست الحسنى والدلال راح فضيعة خاله. تأكدي بروحك لو مش شارية مني. السيد صاحب البضاعة اللي اتمسك بيها المحروسة. سيد مسكين والله غلبان الواد ده. السيد يحط عليه النهاردة زي ما حط على أبوه زمان. آه أبوه ما راحش في حادثة زي ما فهموكي.
سيد هو اللي قابض روحه. لا انا عايزك تاخديها على الهادي كده وقلبيها وتاكدي اني على حق. هتلاقيني موجود ومستني يا ست السنين. يلا يا جماعه انا جاهزه. المايك يا استاذه. 3 2 1. مساء الخير اعزائي المشاهدين. النهارده زي ما وعدتكم الحلقه هتكون مختلفه وجريئه جدا مع الصحفيه الشابه اللي شغلت الراي العام كله. معانا ومعاكم رحاب جدل. مساء الخير يا رحاب. احكي لنا بقى ايه حكايتك؟ أنا كنت بعمل شغلي، يعني كنت بسأله وهو بيجاوب عادي، وبعدين فجأة بدأ يشتم بطريقة غريبة. طب وطالما الكلام ما عجبكيش ما مشيتيش ليه؟ يعني أنا ولا الحس الصحفي والجري ولا الخبر هو اللي خلاكي تكملي مش كده؟ يمكن. ايه اللي بيحصل ده سلطان؟ العيال مقطعين بعض في الشاشه الصغيره. اه انا عارف اللي بيحصل في البيت والله. كاني شايف البيت بيوحد تحت. والله الواحد اتخانق من العيله دي. تصدق؟ ما بقتش عارف الناس دي كويسه. لم لسانك يا صلاح. مهما حصل كان المفروض نحاجة ونغطي. واللي يتكلم يقطع لسانه. يا عم الحاج انت بتحاجي ليه؟ شاغل روحك ليه؟ اذا كان هم مقطعين بعض اهو، في اكتر من كده. ما تقول حاجه يا عم. لا يا صلاح. ما كله بالاصول عشان خاطر العيش والملح. هو ما كان حد فيهم راعي الاصول ولا العيش والملح؟ قسما بعز جلال الله لو ما لميت نفسك يا صلاح ما عاد هيقف لك الا انا. وبعديني بقى. اجر يا سلطان في ايمانك. ودي بقى اول مغامره صحفيه تعمليها ولا انت كنت رايحه عشان توقعي؟ لا طبعا انا ما قصدتش كده. تفصلي بايه بقى التسجيل الفيديو اللي نزل على يوتيوب؟ معرفش. يعني مش انتي اللي رافعه؟ وانا هعمل كده ليه؟ يعني شهرة فلوس او الاتنين مع بعض. اوكي نروح لفاصل صغير ونرجع لكم تاني. استنونا. ايه يا بنتي دافعي عن نفسك؟ ده انا بديكي فرصة ما تحلميش بيها. فعلا فرصة ادافع عن نفسي ولا تكبري على حسابي. بطلي غبائك ده بقى. انا همشي. استني هنا. لو مشيتي هتلبسي التهم عليكي اكتر واكتر. افهمي بقى. ورجعنا لكم تاني وهناخد اول اتصال تليفوني معانا النهارده. وائل من القاهره اهلا بيك. اهلا. الحقيقه في حاجه مش قادر اصدقها من اول الحلقه. يعني مش كفايه كذب لحد كده وتقولي الناس دي بقى مين؟ مش دي اختك برضو؟ الشو والفبركه والجو ده زهقنا منه خلاص. ارحمونا بقى. ايوه اختي رحاب جدل اختي. وانتوا لازم تعرفوا الحقيقه زي ما تعودنا في البرنامج ده، حتى لو الحقيقة على حسابي أنا شخصياً. رحاب غلطت. مش عيب إننا نغلط، بس العيب إن إحنا نستمر في الغلط. قولي لي بقى يا رحاب. لو أعرف إن موافقة عامر هتبسطك قوي كده أنا كنت أكبرته من زمان. ومين قالك بقى إن أنا كنت مستني يرفض؟ دي موجة اللي راكبة الليلة. يعني اللي هيفتح بقه هدوء المالح ويزعل بزيادة.
قولي بقى مبسوط قوي كده ليه؟ مبسوط عشان معاك. قول حاجة تانية. أصلا عامل مفاجأة حلوة لإخواتي. فكرتني، معتز الكاشف مسافر، أول ما يرجع هحدد لك معاه معايا. قولي بقى محضر إيه لإخواتك؟ جبت لكل واحد فيهم محل عشان يبدأ مشروع عمر. متخيل بقى فرحة كل واحد وأنا داخل عليه بالمفاجأة دي. هو أنت كل ده وما كنتش عملت حاجة لإخواتك؟ أعتبره بخل ده ولا إيه؟ يا موجة أنا لو طوله حط الدنيا كلها تحت رجليهم مش هبخل عليهم بحاجة، بس هما ما يعرفوش عني حاجة، لا بيعرفوا أنا بشتغل إيه ولا بكسب فلوسي من إيه. وإزاي قدرت تحافظ على سرك كل ده؟ خدتها من أبويا. سنين طويلة محافظ على سره ومحدش يعرف عنه حاجة غير أنا وأختي، إخواتي ما يعرفوش حاجة عنه. وعملت زيه ليه؟ عشان عنده حق. ساعات الحق بيزعل وبيبعد الناس عن بعض. يمكن لو بنتي كانت عايشة وبتكبر قصاد عيني كنت فكرت زيك. ملاش حسبة غير كده. اللي خايف على منه يسمعوا الكلام اللي يرضيه حتى لو غلط، عشان لو بعد عنه الدنيا بتبقى مرة بزيادة. ربنا يخليهم لك. تشيرز. يا ابو حميد انت لسه متضايق ولا ايه؟ يا عم روق، اللي حصل حصل. انا عايزك بقى الفتره اللي جايه تبص لامتحاناتك كلها كام يوم، واسمك واسم ابوك هيلعلعوا في السما. يا حوب انا مش عايزك تلاقي، ما تخافيش انا مش ناسيك، والبرنسيسه بتاعتنا كمان. يا نصر ما بتاكليش ليه؟ قالوا انا اللي جاي بجري وقلت احسن تاكل منابي ولا حاجه. وانا عمري جيت عليك؟ يا ستي ولا تيجي؟ تعالي براحتك انا مسامح، وبعدين كله يهون عشان خاطر ابو النصر. انتوا مالكوا في ايه؟ النهارده حتى جاي لكم بحكايه هتقلب البيت. سك على حكايتك يا سيد، انا اللي هحكي النهارده، ما تقلقش بردك هتقلب البيت. يا ابو حميد لسه متضايق ولا ايه؟ يا عم روق، اللي حصل حصل. انا عايزك تركز امتحاناتك، الفتره اللي جايه دي مهمه وكلها كام يوم، واسمك واسم ابوك هيلعلعوا في السما، فاهمني ولا لا؟ يا حوب انا مش عايزك تلاقي، ما تخافيش انا مش ناسيك، والبرنسيسه بتاعتنا كمان. يا نصر ما بتاكليش ليه؟ قالوا انا اللي جاي بجري وقلت احسن تاكل منابي ولا حاجه. وانا عمري جيت عليك؟ يا ستي ولا تيجي؟ تعالي براحتك انا مسامح، وبعدين كله يهون عشان خاطر ابو النصر. انتوا مالكوا في ايه؟ ده النهارده حتى جاي لكم بحكايه هتقلب البيت. سك على حكايتك يا سيد، انا اللي هحكي النهارده، ما تقلقش بردك هتقلب البيت. من يجي 40 سنة كان في راجل وست ماشيين ايديهم في ايدين بعض، خدوا عهد محدش يخطي خطوة غير لما التاني يخطيها معاه، بنوا بيت وحلفوا يملوه بالعيال، لكن الدنيا استكترت عليهم الستر، خدت الراجل حطيته في سكة
فضل ندمان عليها عمره كله، وكان بيصبر نفسه يا عيني يقول اه عشان خاطر العيال تهون. وبعد شهور الست راحت وفضلت العيال. وإيه لازمته الكلام دلوقتي يا نصر؟ والعيال طلع منهم راجل وست بس اخوات برضك عهدوا بعض على انهم يربوا العيال ويشيلوا بيت ابوهم على ظهرهم وما يشتكوش ولا حد فيهم يجور على التاني. الست ضحت بعمرها كله عشان كلمة، والراجل نسي كلمته وخد كل حياته من دماغه. بعدها لك يا نصر رايح بالكلام على فين؟ وأول ما فكر يدوس داس عليها كسر قلبها ويقدم فرحتها قتل جوزها. طب عليها وإيدي متلطخة بالدم. مش كده يا ابن أبويا؟ ولا أنا غلطانة؟ قتلت عبد الحليم يا سيد؟ أنت جبت الكلام ده منين؟ ترد عليا، قتلته ولا لأ؟ حصل. يا نهار اسود، انت فعلا قتلت يا سيد؟ بتقولها كده يا سيد؟ ولا همك ولا عايز تقول لا؟ ده اللي بيخلق فرخه بيخاف على صاحبه. كنت اكذب، يمكن كنت صدقتك يا اخويا. ما انت خلاص صدقت يا نصر، اديت ودنك للي ملاها للي عايز يهدينا. ده انت حتى ما اديتيش نفسك فرصه تسمعي انا عملت كده ليه. ليه قتلته؟ عايزني استنى ليه؟ ايه الكلام ده يا سيد؟ مش عايز اسمع كلمه من حد، وكل واحد يحط لسانه جوه بوق. الحوار ده بيني وبين اختك نصر محدش ليه فيه. جري يا نصر، وانا كنت عمري بلطجي ولا قتال قتله؟ انا قلت لك من زمان انا ممكن اعمل اي حاجه صح او غلط، بس البيت ده يفضل واقف على رجليه، والعيال دي تربى احسن تربيه. ودمه بقى هو اللي هيسند البيت ويقومه يا ابن ابويا. هو اللي كان هيهده يا نصر. ليه عمل ايه؟ فضل ماشي ورايا قعد يعس لحد ما يعرف سر ابوك. بيسهمنا يا نصر يا ينولك يا تربى في دماغنا كلنا. سر ابوك يعني ايه؟ انه تاجر مخدرات يعني؟ ولا انه لسه نصر؟ خلاش غيب منك. الا ابوك، انت فاهمه ولا لا؟ ريح، ما انت كمان تاجر مخدرات وكل الناس عارفه. كنت سيبهولي خلاص كده ارتحت. هديت يا اخويا، ما انت واخد الواد بتشغله في الزفت اللي انت بتشتغل فيه. انت مين اللي بيقولك الكلام ده؟ مين اللي عايز يوقع ما بيننا؟ مين اللي عايز يهد البيت على دماغنا يا نصر؟ البيت اتهد يا سيد خلاص، من يوم ما قلبك طوعك تقتلني، من يوم ما كرهت الحلال ومشيت ورا الحرام وأكلته للعيال دي لحد ما بقوا كده.
قتل ومخدرات؟ ما كانش عاجبك بطة يا سيد؟ ما كانتش قد المقام هي؟ أنا عايز أعرف لو ما كنتش سمعت كلامك وطلقتها أنت كنت هتعمل إيه؟ كان هيقتلها طبعا، ولا ممكن كان يقتلك أنت كمان. معقولة يا سعيد؟ اللي اتقال ده حقيقي؟ أخويا أنا يعمل كل ده؟ يا شيخة فوق أنت كمان، أنت إيه اللي خليكي قاعدة مستنية في باكابورت اللي إحنا عايشين فيه ده؟ واحد قتل قتلة، والتاني متجوز لي واحدة شمال، وإنتي؟ إنتي ضايعة، والكبيرة لسه فايقة دلوقتي. تسكتي خالص، ما إنتي زيك زيهم، ما إنتوا منتينة واحدة، إنتي مش بعت أختك قدام الناس كلها؟ ماما إنت تلاقيك مش عارف، الهانم بعتها على الهوا وفضحتها، حد ما عرتنا قدام الناس كلها. وأنا مش حاجة تفضح ولا تريح، ما تشوفوا نفسكم بلاويكم الاول. ما تخرسوا بقى. لا مش هنخرس، جه اوانه ولازم الكل يعرف. اختي اللي مش فارق لها غير نفسها وبس، واي حد يتحرق من بعدي، والدكتور اللي مش دريان بالدنيا وراح يتجوز لي بطه، دي حاجه ما تعرش يا دكتور؟ ما عرفناش. وانت يا نصره يا غلبانه يا مشيلانا همك واللي حصل لك طول عمرك كاننا احنا السبب، ولو اي حد فينا عمل ربع اللي انت عملتيه كان زمانكم دابحينه دلوقتي. واخونا الكبير اللي جاب لنا الشر لحد عندنا وقعده. مخدرات؟ مخدرات يا سيد واكل كمان؟ طب ليه؟ ده انا على كده ملاك جنبكوا بقى. عاجبك كده؟ انت مش كنت جاي تقلب البيت؟ اهو اتقلب اهو. احنا ازاي كنا عايشين معاك في بيت واحد كل ده؟ رد عليه. ازاي كنا عايشين معاك في بيت واحد كل ده؟ وحشتني وحشتني يا حبيبي، اتفضلي على السلامة. سيبتي والنبي ما تزعلي مني. ما اقدرش ازعل منك. فرحت قلبي بجد عندك يا اخويا. مين اللي عمل في كده؟ انت مين؟ مش زعلان مني. زعلان عليك؟ لا مش قلقان، انتوا ما تخافش عليكم، بس انا قلت اقول لكم على اللي جوايا. هترد يا معلم سيد؟ انت مش طول الوقت كنت عايزنا نبقى راجل واجه الناس؟ اتفضل واجهنا بقى. والنبي اوعى تقول كان عشانكوا والجو ده. خلاص نغمه التضحيه دي بقى دمها تقيل قوي. ده احنا حتى ما شفناش خير من البيزنس بتاعك ده. ليه يا سيد؟ قول لنا عملت كده ليه؟ ما تقول لهم يا ابن ابويا. خلاص خلصتوا؟ طرشتوا الكلمتين اللي كانوا جواكم واجعينكم؟ فجأة كلكم طلعتوا مظاليم وملايكة، وسيد هو اللي ابن كلب شطان مش كده؟ سيد هو اللي خلاكوا تفرموا في بعض، سيد هو اللي كان بيجيب الحرام ويبلعوا لكم بقكم بالعافية، صح؟ بس أنا ما كنتش كده، أنا كان عندي حلم وكنت مصدقه، ومن كتر ما صدقته ضحك عليا. بس مش هو بس، البلد كلها ضحكت عليا لما سافرت ورفعت اسمها في السماء، وممكن اتدفنت في الارض ومش لاقي سرير في مستشفى. خدوا امكم وادوني 400 جنيه، كنتوا عايزيني ساعتها اعمل ايه؟ اخد احمد اخوكم من ايدي واعلمه صنعه، ولا انت واختك تاخدوا الدبلوم وتستنوا عدالكم؟ ولا انت يا نصر كنت عايزاني اجيلك كل يوم الصبح تديني مصروف في ايدي قبل ما اخرج من باب البيت؟ مخدرات؟ اشتغلت في المخدرات واوسخ منها كمان، عملت كل حاجه في حياتي
اللي تتخيلوه واللي ما شفتوش في حياتك قبل كده. قتلت جوزك يا نصر؟ اه. وقادر اعملها مره واثنين وثلاثه كمان لو حد وزه الشان وفكر يأذي حد منكم. بس انا ما عملتش كده لوحدي، مش بقول لكم ان انتوا السبب، بس بصة الخوف اللي في عينكم من بكره هي اللي خليتني اتغاب على الدنيا عشان احميكم منها. محدش يلومني ولا يعاتبني، اخوك سيد بالشيطان ولا انتم ملايكه. أنا كل اللي عملته ده عشان بيتر يفضل واقف على رجليه، وأي حد فيكم شايل مني أو شايل من أخوه اعتبرها عركة وعدت. اللي اتعور اتعور، واللي مات مات. بس بقولها لكم لآخر مرة، البيت ده من غيرنا هيروح. طب والله براوة عليك يا ابو صلاح. صحيح كل فوله وليها كيال. شوف انا بحرب ورا بسلامته ده بقالي قد ايه ومش عارف اطوله، وانت بكلمه منك تجيب رقبته ومن غير ما تسمي كمان. لا بس عداله بجد، عداله حكايه جوز اخته اللي شيعه ده. كان فاكرني ساين سر خوف وهيبه، ما يعرفش ان مراعي حب وكرامه العيش والملح. معلش بكره يعرف مين هو صلاح سلطان. صحيح سدي الليل حرس من عدوك ايرات ومن صاحبك 44. قاعد اقول لك يا معلم، انا ما ضربتوش في ظهره الا ما هو صدرهولي. خليه بقى يدوق عمايل ايده. بكره الدنيا هتتقلب على نفوخه لما تسرسب لي انت حكايه في الثانيه في الثالثه من دول وتفضفض لي اللي في عيبك كله. كفايه عليك حكايه عبد الحليم دي، هتوقعهم في بعض. انت ما تعرفش اصلك سيد، لو خسر نصرة يبقى خسر الدنيا كلها. ماشي ماشي يا ابو صلاح، بس انت بقى وحش من النهارده معايا، ايدي في ايدك نشق السوق. صاحبك لسه بيتطوح من الكف اللي خده. عليا الحرام يا ابو صلاح لا اجيب لك حقك منه ربع ومستربع في قعدته. لا حقي مالكش فيه، انا كفايه اجيبه بدراعي. انا عايزك تركبني السوق زي ما ركبته، عايز ابقى زي زي. فهمتني يا معلم فوده؟ فهمت فهمتك يا ابو صلاح، وهيحصل كده بقى. اتفقنا. أنا عارف إن الوقت تقيل المرة دي، بس ورحمة أمك اللي شايفه في عينيكي أصعب من اللي أنا حاسه بكتير. خلاص يا سيد، قلبي عمره ما هيصفال، مش عشان خرجت منه، لأ، عشان هيشاك جواه وده أصعب. قلبي مليان بسيد اللي ظلمني وسود دنيتي. مش فاهم انت جبت القسوة دي منين؟ تتبعني وتقول جبت القسوة منين؟ ده مش لسانك اللي بتتكلمي بيه. فين نصر اللي طول عمرها كانت مضللة علينا؟ ماتت. ماتت وعقدت كفانها بإيديك. اللي قدامك دي واحدة تانية ما تعرفهاش. بس ورحمة كل اللي راح مني بسببك، اللي عرفها لك وقريب قوي. ماشي. قولي اللي أنت عايزة تقوليه، أنا حاسس بيكي. بس بعد ما تهدي هتفهمي كل كلمة أنا قلتها لك. قبل ما ترجع
كنا عايشين متداريين من الدنيا، لا عارفة طولنا ولا بناخد منها أكتر من اللي عايزي. لما رجعت وقفت في صفها، بدل ما تحمينا دست علينا على قد ما تقدر. يا ريتك يا شيخ ما رجعت. عايز انا امشي النصر، عايز انا امشي واسيب بيت جدلة. الكفين دول هيتنوا وراها لحد ما ترضى بيه. انا هرش فوضى كويس عيب ده عشة عمر. وبعدين لما اخذ ست الكل اللي بيعك ما ترمشيش ناحيته تاني، خلاص خلصنا. ده مهما كان جوزي يا طيب، وبعدين في عمر عدى بينا اسيبه لها كده؟ الله، مش هو اللي لف عليها وسواد القلب هو اللي في بينهم لا مؤاخذه. سيبيه قولها، خليها تشبع بيه. وبعدين هرش فوضى بيفكر ازاي؟ هو مش هينفع ينتقم من بخارسته الا عن طريق نصر اخته. هو كده بينتقم منه ولا بينتقم من سلوى اللي وقفت جنبه السنين دي كلها وحاجت عليه؟ رجاله ناقصه. طب ايه يا ست الكل؟ هتفضلي قاعده كده حاطه ايدك على خدك وهي قاعده متهنيه بيه ودافيانه في حضنك، وانتي انتي تباتي حضنك بردني؟ على الطلاق ما ينفع. فكري يا ست الكل، فكري وقلبيها في دماغك صح وامشي في طريقك. انتي تستاهل احسن من كده بكتير. اسمع كلام الطيب. أنا ماشي يا نصر، بس هفضل هنا عشان البيت ده كله طلع على كتافي، وكل طوبة فيه كان شايلة حاجة كانت بيني وبينك. أنا عارف إن قلبك مغبر من ناحيتي دلوقتي، بس بعد ما تصفي وهتروقي هتفتكري وتفهمي. عشان تعرفي ان كلامي لازم يتسمع ويتنفذ، حلقتك محققه اعلى ريتنج مشاهده على التلفزيون واليوتيوب، ومن ساعتها الاعلانات جايه بارقام خياليه. مش مبسوطه؟ لا مبسوطه قوي، بس يعني لسه مش مستوعبه كويس اللي بيحصل. ودي كلها مجرد البدايه، واللي جاي احسن بكتير. مفاجاه. زي ايه بقى؟ من النهارده البرنامج هيبقى بتاعك لوحدك، وهيبقى لك فريق اعداد ليكي وبس. هنغير شويه في الكونتنت، بس هيتعرض في البرايم تايم. يعني باختصار هيبقى اهم برنامج عندنا في القناه. انت بتتكلم بجد؟ ازاي؟ وجانا وميز؟ مالكيش دعوه بحد. من هنا ورايح ما تفكريش الا في نفسك وبس. بس معقوله يعني كل ده من اول حلقه؟ وهي دي اي حلقه؟ دي هيت، دي قضية رأي عام، وظهورك انت واختك عمل دراما، والناس بتحب الدراما، بيتثبتوا قدامها. أنا مش عايز أي حد من هنا رايح يوقفك أو يأخرك عن مشوارك. من النهاردة مش عايزك تفكري في حاجة إلا نفسك ومستقبلك. ساعتها الناس كلها هتبص لك وتجيلك لحد عندك. جراية يا أختي، هو أنت هتاخديني بالصوت؟ لا كله ليونيا، ده احنا طول عمرنا عبينا في عب بعض، واللي يجرى عليك يجرى عليا. في ايه يا ولية؟ انت شايفاني بعد في الارض ولا طايحه في الخلق مستنيه اللي يردني؟ يا ريت يا اختي، يا ريت كنت طايحه في الخلق، كنت طلعت الكلمتين اللي جواكي واستريحتي.
لكن انت فضلتي شايله جوه قلبك لغايه ما الحسره كانت فيكي وعملت منك واحده تانية. واحده تانية واحده تانية جرايه يا مارا. هو انا لازم انخ وطاطي عشان اعجب؟ انا طول عمري الست نصره اللي محدش يقدر يدوس لي على طرف مهما كان هو مين. بس الكلام ده كان على الكل الا على حبايبي. خلاص يا حبيبتي خلصنا. لا بقى في حبايب ولا عزايز، لا صغير ولا كبير، كله لازم ياخد تمامه وانت اولهم. انا اولهم؟ انا اولهم يا نصره؟ احنا طول عمرنا مع بعض. ولا طول عمرنا يا اختي ولا ملت بختينا. الله، الكلام ده قبل ما تداني نفسك للمحروس وتروحي تشتغلي عنده والمطره تمطر عليكي فلوس حرام. الله، لا اله الا الله. ودخل بقى فلوس الحرام في اللي احنا بنقوله. وبعدين ما انت كنت عارفه وساكته، ولا انت كنت حيشاها جوه قلبك لغايه اما حقك تنطريها؟ تحقي مين يا مارا؟ انا كل المنطقه دي ملهاش حق عندي، انا اللي حقهم وانت كمان. واذا ما كانش عاجبك كلامي بالسلامه والقلب ده عيلك، وربنا يا اختي يبارك لك في اللي جمايله مغرقاكي من ساسك لراسك. انت بتطرديني من بيتك يا نصرة؟ تطرديني وانا اللي جاي على خلاص خلصنا. الله، كل واحد يا حبيبتي ينام على الجنب اللي يريح. بالسلام. ماشي ست نصرة، ماشي. خسرتك في الأسوأ يا نصرة. هو مش رمى البضاعة في السوق ولم تمنها؟ ما بيدفعش ليه؟ لسه ملام مش كبير، وانا اجي عليه ومتابع وطالب اسبوع مش اكتر. وانا قلت له انت ما تقولش انا اللي اقول. بقول لك ايه، البضاعة زي ما دخلت المخازن ترجع تاني، واللي اتصرف فيه يدفع ثمنه وقتي. يا عم انت اسمعني ما تعصبنيش، احنا مش هنقعد بقى نحسس ونطبطب. روح شوف بتعمل ايه. مفيش اي حاجة حصلت لكل العصبية دي. تأخير الفلوس بيحصل طول الوقت، وبعدين دول رجالتنا، يعني لازم نستحملهم ونشيلهم. دي رجاله هفه واخده على الدلع ومرقعه وبس. طب ممكن تهدى شويه؟ عامر جاهز الشغل؟ قلت لك نهدى شويه. مش فاهم. هتتعصب عليا انا كمان؟ اتس اوكي. قولي ايه رايك؟ تيجي نسافر يومين كده بريك، نفصل شوية عن المشكلة اللي حصلت لك. أفصل عن إيه؟ بعدين مفيش مشكلة. الخناقة بين إخواته عدت. الدنيا بقى تركن جنبها ولا عايزين أقعد أعيط زي النسوان؟ أنا ما قلتش كده. لكن شايفة إن الموضوع ده مأثر فيك. وشايفة إنك محتاج تاخد وقتك. مفيش وقت نضيعه. بعدين كده كده الموضوع كان هيتعرف وهو حصل. عادي بقى. عادي انك تخسر اخواتك؟ اخواتي هم اللي دماغهم جابتهم على الخساره. بقول لك يا موجة، اقفلي بقى الموضوع ده. خلينا نشوف الدنيا فيها ايه. انا مسافرة. عندي مؤتمر في شرم تبع المحل. وانت حد كان سألك؟ ما كل واحد في البيت ده بيعمل اللي هو عايزه، كله على كيفه. أحسن برضو. اوعي يا بنت تكوني فاكراني زي البقف اللي انت حرقة قلبه بخطوتك، اللي بتغمي عينه وبتعملي حاجة تانية. أنا عارفة كل حاجة كويس وفاهمة كل حاجة كويس. وفاهمة إيه بقى إن شاء الله؟ فاهمة إنك رايحة ومش راجعة تاني. وأنا هعمل كده ليه يعني؟ يا بنت داري كدب جوه صدرك. لو ناوية تمشي الباب عندك اهو. خلاص ظرفه بقت مهوية، بدل ما يخرجك هيخرج عشرة زيك. ايه اللي انتي بتقوليه يا نصرة ده؟ يعني ايه تمشي؟
مش كفايه يا سيد؟ البيت كده هيفضى. بيت ايه؟ هو انتوا عاملين حساب للي في البيت ولا اللي بره البيت؟ انتوا ناشرين غسلكوا الطافح قدام الناس. مستنيه ايه؟ ما تيلا امشي وما تورينيش وشك تاني. غوري بقى. خلاص ياما، البت جابت نهايتها وبعتت لي الدبل مع سلطان. ما استعنتش حتى تستناني لحد ما اخرج وتبص لي في عيني وتقول لي خلصت يا صلاح. معلش يا حبيبي، بس انا بقى عايزك تفتكر كلمتي اللي قلتها لك زمان. قلت لك ايه بنت قدرها ما تنفعكش يا حبيبي، وانت بقى سدت ودنك عني. ليه ياما ما تنفعنيش؟ وانا اقل من غيري في ايه عشان ما تنفعنيش؟ يا حبيبي انت شايفه نفسها والدنيا مطبطبه عليها على الاخر، وانت يعني يوم في العالي ويوم كده. يعني حرام احلم، حرام احلم ياما. ياما انا كنت هستتها وهبسطها، كنت هرضيها واشرفها، كنت عارف اخليها تحبني. والله العظيم كنت هتغير عشانها ياما. يا حبيبي طب ما اتغيرتش ليه من ساعه ما قريت فتحتها؟ وبعدين يا حبيبي اللي بيتغير يتغير للروح. اسمعها مني يا حبيبي بدل ما غيري يسمعها لك ويزعلك اكتر من كده. زعل يا مصلح. ايوه حبيبي، وهي دي الحقيقة. مشيك في الكار قال لي قيمتك. كنت عايزة يعني تعمل ايه؟ ها؟ تبي يشاوروا عليها ويقولوا لها خطيبي دي الحبساجي. انا برضو حبساجي يا ام صلاح. البنت ما غلطتش، بعتت لك امانتك مع ابوك وقالت له خلصنا بقى. انا عايز اعرف انت بتحقق لها قوي كده ليه يا ام؟ الحق يا حبيبي حبيب ربنا، وانت غلطت في نفسك وفيا. بس انا برضو مش وحش قوي كده يا ام، وكنت هتغير وكنت هظبط حالي. هي اللي ما صبرتش عليا، ما طلعتش اصيله. انا اللي حاسس قوي في نفسيتي ان من اول وقعه، اول وقعه سابتني ومشيت. يا صلاح يا ابني كفايك بقى يا حبيبي، كفايك مشيك ورا شيطانك يا دنيا. ابويا لما فاتنا حطيت الدنيا قصاد عينيا وبيت جدله في ظهري عشان احميه. طول الوقت كنت مطمن وعارف ان الضربه عمرها ما هتيجي منه، بس طلعت غلطان. الضرب جات من اقرب الناس ليه، نصر واخواتي هميسه، عيال اللي ربيتهم على ايديا كسروا ظهري. معاش ولا كان اللي يكسر لك ظهر يا سيد. انت بس يا اخويا ما تكبرش الحكايه، كل غضبه وعلى قد ليلتها. لا يا هميسه، الموضوع مش موضوع غضبه وعدت، ده كل واحد فيهم كان دابب عينه في عيني اكنه كان شايل ومعبي من زمان وساكت. بركه بركه ان هم كلهم طفحوا مره واحده وكل حي جاب اللي في بطنه. انت بس روق وسيبها على الله. لا يا ميسا، ما انا ياما زعلت منك وانت شلت مني. يا لهوي يا سيد، ده انت دخلتك عليا بالدنيا كلها. انت عارفه يا ميسا، زمان لما كنت اتخانق مع حد فيهم كنت اعمل نفسي زعلان واسيبه وامشي واوصي اخواتي التانيين عليه. بعد اللي حصل ده مش عارف اوصي مين على مين. سيبها انت بس على الله واطمن، واخوات بوخارست مالهمش غير بوخارست والحضن هيلم. عايزك تخلي بالك منهم، حط عينك عليهم ولو حصل حاجه بلغيني. دول في عينيا يا سيد. عارفه ميسا، عشان كده يوم ما وقعتك قلت لك انت على طول ما لقيتش غيرك. ازاي قدر تعيش مع كل ده احمد؟ هما اخواتك، لكن هما كمان سبب في مشاكلك يا تعبك في خيام. ايوه بس انا ما اخترتهمش، زي كل حاجه اتفرضت عليا، المكان والناس والدراسه حتى الاحلام، كل دي حاجات انا ما كانش ليا راي فيها. ده ممكن يكون اختبار ليك احمد، وبعدين انت ممكن تغير في الم كله. حد زي انا؟ بس انا ما عملتش حاجه عشان تقولي لي الكلام ده. وبعدين هو انا قادر اعمل حاجه لنفسي لما اغير اللي حواليا؟ ربنا كبير احمد. بس انا مش عارف اعمل ده ازاي يعني. اصبر احمد. من ساعه ما نصر ادتها لي في وشي وانا بكدب روحي،
قلت صلاح ممكن يعمل اي حاجه الا دي، بس ما كانش في غيرك قدامي. انت الوحيد اللي كنت عارف يا صلاح. قبل ما تهون عليا هنت انا عليك، ورميتني بطول دراعك وقلت يلا نفسي. ما تجيش بقى تشتكي. انت عمرك ما عملت حساب لجدعانه ولا صحابيه، ولا عمرك عرفت تبخ في وش الدنيا من غير ما يكون ليك ظهر. المرات تدور على فوده مش كده؟ ولما انا بقى بالوساخه دي جاي بتعاتبني ليه وعشمان في ايه؟ جاي اقول لك خلي بالك، بحط عينك في وسط راسك عشان لا فوده ولا لا ادخل منه